أطلق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة عطاء حملة إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان مكاننا في كل حتة، من خلال نشر المواد التعريفية المرتبطة بالتوعية والثقافة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية المساعدة في اندماجهم ومساواتهم بشكل أكبر في المجتمع. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتورة نيفين القباج أن الهدف من الحملة تشجيع الأسر التي لديها أشخاص ذو إعاقة على التعامل مع الإعاقة ليس على أنها عقبة، بل على أنها شكل من أشكال التنوع الإنساني وضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة بمساواتهم ومنحهم حقهم في حياة أكثر استقلالية وحرية.